الموسم الماضي كان موسم نعم. تعليم بالنسبة له ودروس قاسية نعم. في كرة القدم، وهذا الموسم سوف يكون موسم حصاد بالنسبة لغاية الآن لا شيء حق حق نعم لم يقول شيء بعد، لكن هو يايا توري مع غوندوغان، برناردو سيلفا، برايم دياز وإيابا، ومباراة النهائية ستكون في نهاية شهر فبراير القادم يعني بعد شهرين. يور مانغالا يوصل لعبه مباشرة على الجهة اليسرى، فتيجي إبراهيم دياز ترجع له مرة ثانية في الوسط، لاعبين كثر من أبناء فودن عنده الكرة الآن، يوصل لعبه مباشرة لدياز، الكرة البعيدة من الأوكراني، البحث عن فودن يحاول يمر، ما زال عنده الكرة فودن، والتفوق هنا بقوة كبيرة من قبل دانيال أميرتي اللاعب الغاني في وضعية مدافع أيمن على الجهة اليمنى من أمام، لا كان من أمام إبراهيم دياز، يعني حبيت نقول بأنه لا ذكرت الآن إبراهيم حركة بعيدة تماما لجابرييل جيزوس، أميرتي في التغطية من أمام دياز، فوق عليه دياز عنده الكرة الآن، لاعب إسبانيا هذا دياز، رجع للخلف تماما في اتجاه وسط ميدان وزينشينكو، زينشينكو ودياز رجع له الكرة مرة ثانية، دياز يبحث عن المرور، رجع للخلف لزينشينكو، العرضية بعيدة من قبل هذا رابيويو بعيدة تماما على إبراهيم دياز، راحت للتماس لصالح عناصر ليستر سيتي، مع ذلك على صغر سنهم على قلة خبرتهم وتجربتهم صار يقترب من تجديد عقده براتب خيالي 23 مليون يورو في الكرة موجهة ومراوغة، وكاد يفتح مجال التسجيل. إبراهيم دياز على الجهة اليمنى يحاول يمر، ما زال عنده الكرة يلعبها في العمق، والتغطية الدفاعية با 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 جول، غوندوغان ضيعها سيلفا، اولالا تخطئ امام السيتي تدفع ثمن غالي، شوف هنا الخطا الفادح بين الحارس وزميله غوندوغان في المره الاولى، ثم برناردو سيلفا حتى مرت امامه بمر لم يتمكن، تروح لفودن يلعبها مع ابراهيم دياز، ولكنه لم يتمكن من المرور، صغار مهاريين فنانين، مراوغه من دانيلو عرضيه ممتازه في الجهه اليسرى ناحيه ابراهيم دياز، ابراهيم دياز مع دانيال أميرتي، دياز وصلت الكره، التوزيع رائع جدا، هذه التوزيع مره ثانيه من فيل فودن، يحمل الرقم 47 عمره 17 سنه، فودن توزيع من اروع ما يكون بالمليمتر، لا هي في اتجاه الحارس ولا هي في اتجاه ضربه نقطه، ضربه الجزاء هي في النص، لا الحارس يقدر يلحقها ولا يلقى من بن شيلويل، غوندوغان في الوسط، هاي الكره في اتجاه دياز، لحق عليها دياز وأميرتي ودياز، ما زال دياز والدفاع بقوه يدخل ويخرجها، ما لمستجدات اخرى قد يكون فيه وقت اضافي في هذه المباراه، كل شيء متوقع، ما خطا من ابراهيم دياز لاعب الاسباني 18 سنه في عمره، يوصل على جابرييل جيزوس يحاول يمر، الكره البينيه الفودن، برناردو سيلفا يدخل، ما زال عنده الكره يبحث عن جابرييل جيزوس، يجد من هناك على الجهه اليسرى ابراهيم دياز، دياز لبرناردو سيلفا ارضيه وترجع له مره ثانيه، والدفاع أميرتي وضع التسلل، يقول حكم المباراه هو برناردو سيلفا اللي يصنع في الخط الامامي لتشكيله مانشستر سيتي، قطع الطريق من الجهة اليمنى، قطع الملعب من الجهة اليمنى إلى اليسرى، ثم استلمها بعد هذه الكرة من دياز، رجعها لبرناردو سيلفا، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق أري ماغوير، ووضع التسلل أشار لها الحكم الرئيسي.